تاريخ حضارة عربية. السلام عليكم، معكم عائشة بنور، كاتبة جمعية أيت متن وأمينة المال ديال جمعية تيفوك لأيت ملاعبي. حنا هذا العام كنشاركوا في النسخة الخامسة لمهرجان فنون الصناعة التقليدية والتراث مع جمعية تيغني للصناعة التقليدية. وبالنسبة للمنتجات اللي كتخدمها الجمعية، كاين عندنا الكروشي، كاين عندنا النسيج، وعندنا الطرز. يعني بالنسبة للكروشي فالآن وصل عدد المستفيدات 30 مستفيدة اللي كيستفدوا من هذا التكوين، ومنهم الفتيات اللي قطعوا عن الدراسة. والجمعية ديالنا كذلك كتشتغل على تكوين المنقطعات عن الدراسة اللي يصل عدد ديالهم 30 فتاة برئاسة الأستاذة فاطمة السكوري. وكاينة لجنة خاصة بالصناعة التقليدية اللي كترأسها أمينة بوغرود، وكاين فيها لخديجة القرقوري، وعندنا مينا السكوري كذلك. يعني كاين واحد التلاحم باش نبينوا للناس بان هاد الصناعه التقليديه فيها ما يدار، وباش نوريو للناس بان الانامل ديال يعني الفتاه اي تفاسكاويه عندها ما تقول. وان شاء الله كنتمنوا ان الجمعيه ديالنا تحاول ان تعرف بهم سواء محليا او جهويا. ومن هذا المنبر كنقدم الشكر الجزيل لجمعية تيغني اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نشاركوا معاهم في النسخة الخامسة ديالهم في مهرجان الصناعة التقليدية في إيتوري، وعطتنا فرصة كذلك أننا نفاتكوا على مهرجانات أخرى اللي بحال ديال تحنوت، بحال الخميس ديال تيديلي. وإن شاء الله كنطمحوا أننا نقدموا معرض ولو يكون صغير في أي فاسكا. وشكرا ايضا لجمعيه ايت متن بالمكتب ديالها المسير، وما ننساش ايت فاسكا فريس اللي ديما حاضره ناظره او ما عندي ما نقول. تبارك الله عليكم وشكرا بزاف.